فقال لا عقيدتك في الله صحيحة، والذي رفع السماء. قال تعالى في القرآن: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. أي زول بنادي غير الله ما مصدق القرآن والله، يا إما ما قرأوا وما سمعوا يا ما مصدقوا. لأنه يا جماعة ما ممكن أنت تكون مصدق القرآن والله سبحانه وتعالى يقول لك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، وتقول لي بينفع، ولا يضرك تقول بضر، معناها أنت شنو؟ أنت معاند. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عشان ما تعلق لك حجاب، حجاب بتاع سكين، حجاب بتاع مطوى، حجاب بتاع عقرب، وحجاب بتاع محبة، قال بتاع محبة، قال حجاب بتاع رزق، وحجاب بتاع وزول وحاجة بيشتروها بتجيب رزق، يقول لك ده بتاع رزق وما فطر ذاته، قاعد جيعان اللي بيبيع لك ده ذاته، تلقى ما فطر وخدت له راكوبه وشايل له حطبات، وانت زادك ممكن تغشه، مش بيبيع في حطبات وحاجات، انت زادك يتناول لك حطبه في الشارع ويدع عليه، بعد شويه خليه يغفل قول له ده حقت شنو؟ كان ما قال لك حقت نزله، وانت زادك اللي خدتها. بينجر وساي بينجر، غلبتنا الشغل. زول اشتغل ركشه لقى السلك بيتقطع كثير. اشتغل طلبه الباغه بتقع. ما يده ما شوف، المهم الباغه بتقع. اشتغل في الفرم شغله مسخنه، يدخل كوريك ويمرقوا حاره والسخانه. قال والله الشغله دي كلها جايطه انا بجازفها. افتح بابه الكبير ويجيب له شوال دقيق، بعدين يجيب له شوال دقيق يسوي له زلابيه. يومين ثلاثه زلابيه، بعد يومين ثلاثه يجيبوا له مديده بالزلابيه، ثاني شاي لبن، ويسوي له علم فوق الطريقه الزلابياتيه، يسوي له زلابيه. بعد اسبوع ناس الجريده يجيبوه ظهور طريقه خطيره في ام درمان، وشيخها شيخ الزلاباتيه حفظه الله تعالى من كراماته انه زاد مديده رضي الله عنه. بعد شويه الجماعه اكتروا، انا عندي وجع عضان اجيها يا اخ. واحد في الجزيره في الحصيصه الناس دارت تفطر في رمضان فاضل ساعه، قال لي ولده والله ما جبت لي عصيده من شيخ فلان، انا ذكرتها في موضع ثاني وسميته ما دار اسمي مراعاه للمصالح والمفاسد، قال لي جيب لي العصيده من الهلاليه، في شيخ هناك في الهلاليه ما دار اجيب اسمه برمي بالعصايه كذب لخبطه ساي، مش كذب لخبطه، امشي اقرا ايه الكرسي، شوف يرمي زول اقرا ايه الكرسي جنبه. فقال لي قوم جيب لي عصيده من هناك ديلك عصيدتهم فيها بركه. المغرب قرب، قال لي يا زول ساق العربيه مشى لاخته في الحصيصه ذاته، قال لا اسوي لك عصيده يا اخي الحاج ده نسوي له شنو؟ قال اخته سوت العصيده ما عارفه حمضتها زياده عليم ربا، المهم جاب العصيده جاءوا معاه المغرب، قال لي هاك يا حاج هاك يا حاج، وقالوا مشى جابها من البلد ديك، اكل له لقمه قال له الله بركته ظاهره. قال يا حاج البركه دي في بنتك دي، انت جاري للبلد ديك يا حاج، انت بغشوك اوهام والله والله عايشين في اوهام. زول السما دي جت ما اغنعته، السما دي عظمتها جت ما اغنعته انه الله ده قوي وقادر على كل شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. انت ما تلجا لله يا اخ، ما تسال الله سبحانه وتعالى بوفقك. فالكلام يطول. الرجل ده لما قال لهم الكلام ده بعد ده قال لهم اني امنت بربكم فاسمعون، ولا دسه دعوتك ما تدسه، دعوه واضحه ناس توحد الله تبع الرسول عليه الصلاه والسلام. لموا فيه ضربوه وكتلوه، لما انكتلوه الله قال قيل ادخل الجنه، خسران زول عمل له موقف في الدين كتلوه قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال السعدي دعا قومه حيا وميتا، زول قصده هدايه الناس ما قصده ساي يعني كلام ساي، لكن قصده هدايه الناس، عشان كذي بعد كتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال تعالى وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، قال السعدي لحقارتهم ما بيستحقوا، وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده صاح بها ملك من الملائكه فاذا هم خامدون،
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالكلام يطول، فالناس تأخذ من الآيات دي عبر، امشي اقرأ بتدبر وتفهم فيها وتذكر بعض المعاني التي ذكرناها تدلك على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الموفق من وفقه الله لنشر هذه الدعوة بين الناس، ودي دعوة صافية، والذي رفع السماء دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه.